بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يأتي الخطاب من الباري عز وجل لعباده المؤمنين بصفتهم مؤمنين، أي يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا، فإن هذه ليست مجرد صفة للمخاطبين، حتى نقول بأن الله يخاطب المؤمنين ولا يخاطب الناس، يخاطب المؤمنين ولا يخاطب غيرهم. هذا تذكير لصفة الإيمان في المخاطبين، لأن الإيمان لا يعني الاعتقاد بشيء ما فحسب، إنما الإيمان هو تعهد، هو قرار اتخذه العبد ودخل في معاهدة مع ربه أن يعمل بشروط الإيمان. أحيانا تسمعون بعض الدول أو بعض الحكومات حينما يصدرون بيانا يقولون استنادا إلى المادة الكذا من الدستور: قمنا بما يلي. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، بيننا وبينكم عهد، أنتم التزمتم بشيء تجاهنا. المؤمن حينما يؤمن بالله ربا واحدا أحدا فردا صمدا، فهو يتعهد بأن يكون عبدا له وأن يكون الله مولاه. فكأن الله يقول: بصفتي مولى وبصفتكم قد اتخذتم العهد على أنفسكم بأن تطيعوا، افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. فالأوامر حينما تأتي بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو النواهي، فربنا لا يحتاج حينئذ أن يبرر أمره ونهيه، مع أن الله عز وجل عادة ما يبين فلسفة الأحكام في الآيات القرآنية الشريفة. أقيموا الصلاة يقول ليش، صوموا يقول ليش، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الهدف لعلكم تتقون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن رب العالمين مو ملزم، ما دام أنت التزمت على نفسك بأن تكون عبدا لمولاك وأن تؤمن به، وهذا الالتزام يشمل الطاعة في الدرجة الأولى، أن تكون مطيعا له: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ابتعدوا عن الظنون. الناس بشكل عام طيبون، ولا بد أن نتعامل معهم على هذا الأساس. لماذا طيبون؟ لأن الله يخلق الناس طيبين، يخلقهم على فطرته، يخلق الطفل بريئا، يعني المنبع صافي. الآن هذا الماء حينما يجري على الأرض من منبع صافي ويتلوث مسألة أخرى، بس بشكل عام كل جيل يأتي هو جيل طيب وجيل طاهر. خاصة الحديث هنا عن المسلمين وعن المؤمنين وليس عن الناس بشكل عام. في المجتمع الإسلامي، في المجتمع المؤمن بشكل عام الناس طيبون، ولا بد أن نتعامل على أساس طيبهم، على أساس أنهم أبرياء من المعاصي، من الكذب، من الدجل، من السرقة، من ارتكاب المحرمات. اجتنبوا كثيرا من الظن، ذول الناس أغلبهم طيبين،
فلا تسيئن الظن بهم بشكل عام. سؤال، ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن، اكو موارد احنا لازم نسيء الظن؟ يعني المطلوب ليس ان نحسن الظن انما نسيء، وبالنسبه الى من؟ عندنا ثلاث موارد لابد ان نسيء الظن، يعني مثل ما يجب حسن الظن بالناس يجب سوء الظن هنا. اولا ان يسيء المؤمن ظنه بنفسه، لابد ان تسيء ظنك بنفسك لتكون تدلل نفسك، لا يكون تشوف نفسك عظيم وكبير وصحيح وبقيه الناس كلهم على بعض. في خطبه المتقين الامام علي سلام الله عليه يبين هذا المعنى، ان المتقي يسيء الظن بنفسه مو يحسن الظن بنفسه. ليش؟ لانه اساسا حينما تقول انا قد لا اكون احسن من هذا فتتعامل معه بشكل جيد، لكن اذا قلت انا احسن من عنده لا راح تسيء الظن به. فلكي تحسن الظن بالناس بالمؤمنين فلا بد ان تسيء الظن بنفسك، يعني مصدر حسن الظن بالناس إساءة الظن بالنفس. الشخص اللي يشوف نفسه عظيم يحقر الناس، لكن الشخص الذي لا يرى نفسه عظيما يعظم الناس. والغريب أنه عادة معادلة، اللي يشوف نفسه أقل من الناس الناس يكبروه، اللي يتواضع للناس الناس يعظموه، اللي يتنازل للناس الناس يطوا، بينما الذي يتكبر عليهم الناس يحقره. المثال ماله المادي، إذا فرد واحد يصعد على الجبل كل ما صعد يشوف نفسه أعلى، بس الناس اللي جوا يشوفوا أصغر، هو ده يشوف نفسه صار عالي صعد، لكن الناس يشوفوا صار أصغر 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 أصغر. الذين يرون أنفسهم كبارا هم صغار، هو حقير فيرى الناس حقرا. الشاعر يقول كل إناء بالذي فيه ينضح. إذا أنت طيب تطلع الطيب مالك. كان سابقا الإناء مو من زجاج، من خزف من طين، فهذا يوم اللي تخلي بيه ماي تخلي بيه فرش يطلع من عنده. اللي يطلع من داخل هذا الكوز إذا كان طيبا اللي يطلع طيب، إذا كان خبيثا يطلع خبيث، إذا شربت يطلع شربت طيب حلو، وإذا سم يطلع من عند سم. كل إناء بالذي فيه ينضح. ألا يا كمي إن هذه القلوب أوعية، قلبك وعاء فخيرها أوعاها، عندك وعي عندك معرفة تعظم رب العالمين، لابد أن تعظم خلقه. يعني معقول فرد واحد يرى إنسان كبير عظيم لكن يهين أولاده يهين زوجته، حتى بيته يحترمه حتى بيته يعظمه، شيء طبيعي. أنا ناقشت مرة مع واحد كان يؤمن إلى الإمام زين العابدين ويعظم الإمام زين العابدين ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن شدة حبه للإمام زين العابدين كان مسمي ولده السجاد. قلت له ليش؟ وهو لم يكن من أتباع أهل البيت. قال الحقيقة أنا بالصدفة حصلت على كتاب الصحيفة السجادية للإمام السجاد سلام الله عليه. قال تدري سيدنا إحنا نعيش في عالم مادي، العواطف من الإسمنت من الحجر، وبعدين لا شيء ذكرك بربك ولا شيء ذكرك بمستقبلك بآخرتك بجنتك بنارك. بالصدفة حصلت على صحيفة السجادية. احنا من كثرة ما هاي الأشياء موجودة عندنا ما نعرف قيمتها، مثل واحد اللي صحيح ومو مريض وما يعاني من ألم ما يعرف قدر الصحة والسلامة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. اللي يعرف القدر يوم اللي ما عنده ويحصل عليه. المي موجود عندك ما تعرف قدر المي، لكن إذا بالصحراء انقطعت بك السبل وكدت أن تموت من العطش ذاك الوقت تعرف شربة مي ايش قد تسوى، شربة المي. زين، قال حصلت على الصحيفة السجادية، وين وداني السجاد؟ حلق بي
في آفاق الملكوت. قلت له زين سؤال عندي، أنت تحب الإمام زين العابدين؟ قال هواي. قلت له إذا واحد أهان الإمام زين العابدين هم تحبه؟ قال أبدا. قلت له إذا قتله؟ قال لا. قلت له وتحب أبوه؟ قال طبعا الإمام الحسين. قلت له واللي قتل الحسين؟ ما يصير تحبهم وما تكره أعدائهم، ما دام تحبهم لازم تكره أعدائهم. ما يصير هم تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم تحب أبو لهب؟ يصير. أنت حينما تكون قد تعهدت مع ربك بالإيمان، حينما تكون من المؤمنين ورب العالمين يخاطبك بصفتك يا أيها الذين آمنوا، لابد أن تحب الناس لأنهم عبيد الله. هؤلاء عبيد الله بصفتهم، عبيد الله بصفتهم، مخلوقين للرب الذي تطيعه وتعظمه وتكبره. المهم، فيا أيها الذين آمنوا تذكيرا بتعهدك وقرارك بطاعة الله، ولا بد أن تسيء الظن بنفسك حتى تحسن الظن بالناس. هذا المورد الأول. دائما يقول أنا على خطأ، من يقول أنا على صواب؟ من يقول أنا على صواب؟ يعني إذا تقول أنا على صواب يعني تخطأ كل الناس، يعني ما تسمع نصيحة الناصحين. لا، أنا 24 ساعة. أكو بعض الأجهزة يخلوه لمعرفة مثلا ضربان القلب خلال 24 ساعة، يخلي وياه، فدائما يسجل ضربان قلبه، يشوف يصعد ينزل فيه. لو احنا نخلي فرد مسجلة ويانا 24 ساعة، نخلي يسجل علينا حديثنا فقط، كلامنا، ما علينا بالظنون والخواطر اللي لا تسجل، لا، الكلام اللي نقوله. شوف كم مرة تقول أنا، كم مرة تجيب كلمة أنا. أنت لازم، صحيح الإنسان لما يولد أول ما يجي للدنيا الطفل يفكر هو الكون. الطفل لا يرى غير نفسه، ما يشعر بشيء، لا يعترف ولا يشعر بوجود الشمس ولا بالقمر ولا بالجبال ولا بالبشر ولا بشيء. لكن يواجه هم اللي يكبر يقول لا والله أكو غيره، أكو ناس آخرين. فيظن أن ذول الآخرين الأب والأم خدم عنده. لذلك الطفل إذا طلب شيء من أمه أو كان عطشان ويقوم يبكي تتأخر عليه يصيح، وهو بعد الصغير عمره شهر، يابا يا خادمة ليش ما تجين؟ يفكر أمه خادمته، أبوه خادم عنده، والناس كلهم أيضا خدموا حشر. كل ما يكبر يشوف لا والله أكو ناس آخرين مثله، ومفروض حقوقهم متساوية مع حقه. على كل حال، بداية يرى الإنسان نفسه مركز الكون، بس كل ما تعقل كل ما ازداد وعيا يعترف بوجود الآخرين. من الأنا لازم تتحول إلى نحن، ومن نحن تتحول إلى هو. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في عيونهم. هو لا إله إلا هو، بعد لا نحن ولا أنا. لكن مشكلتنا غالبا أن هذا الأنا تتحكم بينا، رأيي، كلامي، قلت خير إن شاء الله منو عنده، حتى رأيك أهم من آراء الآخرين وشخصيتك أكبر من شخصيات الآخرين. نعم أكو مجال مفتوح تصير أعظم من عندهم. شلون؟ أن لا ترى نفسك عظيما. بعض الأشياء إذا تريدها لازم تصير ضدها. أقبلوا على الدنيا بالإدبار عنها، اطي ظهرك للدنيا، الدنيا تجي وراك، تجي على باب بيتك وتتخضع لك. طبعا اليوم اللي انت بتريدها تجي. غري غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. الإمام علي تجي على باب بيته، خلافة تجي على باب بيته، وبعد بعد مرور 1400 سنة هم الناس يتخضعون إليه ويجيبون اسمه بأعظام وأكبار. أقبلوا على الدنيا بالإدبار عنها. تريد امتياز تطلب امتياز، تريد تكون عظيم لا تحاول أن تكون عظيم، هاي العظمة الحقيقية. فإذا لابد أن نسيء الظن بأنفسنا. بعد مورد الثاني، أن نسيء الظن بالعدو أو بمن يخدعك عدة مرات. لا يلدغ المؤمن من جحر، الحديث شو يقول؟
مرتين، والشكل أنا أقول لا يلدغ المؤمن من جحر مليون مرتين، يا مرتين عشرات المرات نلدغ وبعدنا ماشيين في الطريق الخطأ. إيش قد ركبوا كلاوات علينا الأعداء؟ فلا يلدغ على الأقل مليون مرتين ما يصير. العدو ومن يخدعك، يعني شخص مرة أولى خدعك، مرة ثانية يخدعك، ما يصير. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الأمر الثالث، وهذا ما نطول عليه، ذاك اليوم تكلمنا حول الأمر الثالث، حينما يكون الزمان سيئا. بعض المدن كثير من الناس كلكشية حسب تعبيرنا، خداعين كذابين دجالين يبوقون. إذا رحت إلى مدينة من المدن قالوا لك دير بالك ترى هواي أكو سراق هنا، فيجب أن لا تحسن الظن. هنا مو مكان حسن الظن. شايفين بعض الأوقات أنت بس ما تفتح الكمبيوتر تجيك إشارة مبروك حصلت على مليون دولار جائزة، بالصدفة اخترناك يعطوك مليون جائزة. عمي نص دولار ما حد يعطيك مجانا، مليون دولار بس ما تنخدع بيهم تروح راحتك. لا والله راحت. احيانا يجيك اس ام اس، رساله خطيه او رساله نصيه كذا، انه انت بابا اعطينا رقم تليفون او اعطينا رقم حساب. تفكر يعني تقول ما في شيء، اعطي رقم الحساب بلكي يطلع صح. عمي مو بلكي يطلع صح، كله غلط كله كذب. هسه اذا اجاك شيء في نيجيريا، من نيجيريا ترى هو يدير بالك. اغلب صاروا مضرب المثل مع الأسف، أغلب الرسائل والأشياء اللي تيجي من نيجيريا مجموعة كلكشية قاعدين وراء الكمبيوتر يبتزون الناس ويأخذون منهم ما يأخذون. يوم اللي تشوف من نيجيريا الرسائل الخطية فيها إشكال لا تنخدع، هذا زمان فساد، أو في مجتمع ما، أو في زمان ما. اسمع الحديث الشريف، طبعا أكثر من نص عندنا، أنا أقرأ النص من الإمام علي. إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، كان الوقت وقت الصلاح. شلون وقت الصلاح ووقت الفساد؟ في زمن الطاغوت جواسيس في كل مكان موجودين، ما حد يقدر يصير مدير مدرسة إلا إذا سجل بالحزب، وإذا سجل بالحزب جزء من واجباته وجزء من الشغلات اللي لازم يسوي لازم يتجسس لحساب الحزب على أولاده على إخوانه على جيرانه على من يراهم في الطريق. هذا الوقت الفساد استولى على الزمان. لا تثق بكل إنسان تشوفه بالطريق تحكي اللي بقلبك، لا تثق، لأن الزمان فاسد. إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، استولى الصلاح. بالعكس الآن تروح في مجتمعات مؤمنة الصلاح مستولي. ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر خزيه فقد ظلم. إذا الزمان زمان صالح والصلاح مستولي على الزمان وعلى أهل الزمان، وواحد أساء الظن بشخص ما طلع من عند الخزي، يعني مرة الخزي ظاهر من عنده، أساء الظن به، أساء الظن، مرة لا ما طلع خزيه ما مبين. إذا أنت أسأت الظن أنت ظلمت. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، فأحسن الرجل الظن برجل فقد غرر، هذا الخدع استولى عليه الكذب الدجل خدعوه. زين، هنا سؤال، رب العالمين في هذه الآية المباركة يتحدث عن سوء الظن، عن التجسس، عن الغيبة. ياهو من عندهم أكبر تجسس، واحد يتجسس يطلع عورات الناس. الغيبة أكبر من سوء الظن. ليش؟ لأنه الغيبة أنت طلعت كلام، حكيت على شخص، أسقطت شخصيته. لكن ليش رب العالمين يبدأ بسوء الظن؟ لأن سوء الظن هو بذرة التجسس والتحقيق وبذرة الغيبة. إذا أسأت الظن بهذا الفرد فتروح وراء أن تكتشف شنو عنده شنو ما عنده. شايف بعض الناس مع الأسف تشوف دائما يريد يعرف
مثالب الناس، منو عنده شنو، منو مخطئ كذا، وبعدين هم ورا ما يسيء الظن يروح ورا التحقيق يطلع نقاط على ذاك الشخص بعدين هم يذكرها. يعني أولا يسيء الظن ثم يتجسس ثم يغتاب. في البداية رب العالمين هذا الجذر مال هالفساد يريد يضربه، هذه البذرة يريدها ما تكون موجودة عندك. زين شو أسوي أنا إذا أنا أسأت الظن؟ شنو أكو عواطف عندنا إحنا نتحكم بيها؟ سؤال حقيقة هواية يرد عندي ويسألون من عندي. مثلا إذا تحدثتهم أنه أحسن الظن بالله، يقول يعني شلون أحسن الظن؟ أنا مدى أشوف رب العالمين يستجيب دعائي. أو أقول أنت لازم تحب زوجتك، يقول خو الحب مو بيدي. لا، الحب بيدك، حسن الظن بيدك، البغض بيدك، البغضاء بيدك، كل العواطف هذه بيدك، بيدك. شلون بيد الحب؟ مو الحب ينزل من السماء؟ مو يقول إن فلان واحد وقع بالحب، شنو هو بير حتى توقع بي؟ حب بيدك. إذا نظرت إلى الجوانب الإيجابية لأي شيء تحبه، اشتريت سيارة، هذه السيارة تطالع الجوانب الإيجابية مالها راح تحبها. إذا نظرت إلى الجوانب السلبية ما تحبها. إذا المرأة تطالع النقاط الإيجابية اللي فيها، مؤمنة، صالحة، تصلي، تصوم، مو خائنة، وامرأة أنثى، مجموعة أمور إيجابية طبيعية موجودة في المرأة، إذا نظرت إلى هاي النقاط راح تحبها. بس إذا نظرت إلى الجوانب السلبية طبعاً ما تحبها. لو ملكة جمال الكون هم يجيبوها لو طالعها من رجلها ما راح تحبها. أصابع رجل البنية مو حلوة، أصابع مثل أي رجل. لكن إذا نظرت إلى الجوانب الإيجابية، إذا الحب بيدك أنت تقدر تحب. إذا نظرت إلى عطف الله ورحمة الله وكرم الله وجود الله وأنه خلقك، شلون عندنا في الأدعية جميلة، أنا الصغير الذي كبرته، أنا الضعيف الذي قويته. لو طالع من يوم اللي أنت كنت نطفة في رحم أمك، شلون رب العالمين كبرك، شلون أعطاك عواطف، أعطاك الوعي، أعطاك العقل، أعطاك كل هذه الأشياء، راح تحبه إذا نظرت إلى هذه الجوانب. لكن إذا دورت والله ليش، واحد مرة إجاني الله ليش خالق الطوفان، قلت له شكوى الطوفان شبيه، قال مو يدمر، قلت له مدمر بيتك حتى الآن، قال لا، قلت له خروح خلي المدمر بيته يجي يناقشني، شنو عندك رايح وراء القضايا، ليش الله خالق الشر، ليش الله خالق الزلازل، ليش الله خالق الطوفان، شو دخلك في هذا، طالع النقاط الإيجابية، ألف شي رب العالمين مطيك تعيش بأمان وصحة وسلامة وعافية، شنو ما عندك تروح عليه، شوف شنو عندك، شوف شنو عندك. المهم قضية حسن الظن بيد الإنسان، اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن لنفترض أنه إجاك سوء الظن، شفت فتشي من هذا الشخص شكيت، احمل فعل أخيك على 70 محمل، ما دام أكو مجال تبرر إلى بر. تدرون احنا من المطهرات اللي عندنا بالفقه غيبة المؤمن، يعني غيابه مو يعني تغتابه. اجبد واحد مؤمن ثيابه فيها دم وشفت الدم، سألت هذا شنو، قال اوه دم، راح ورجع ما شفت الدم، لازم تقول هذا ثوبه طاهر. بعد ما يحتاج تسأله طهرت الثوب ما طهرت الثوب، ما يحتاج. رحت الى دولة اسلامية الذبيحة مالتهم تاكلها، هسه صدق هذول يسمون الله في الذبيح باتجاه القبلة، يذبحون يقطعون الأوداج الأربعة، ما لازم أي أشياء تسوي. إذا كان باستطاعتك أن تحمل فعل أخيك على محمل صحيح فلا تحمله على محمل خطأ، روح دبر لك فد تبرير له، أنت دبر له تبرير. 70 محمل، يعني المحمل الأول طلع غلط، المحمل الثاني طلع غلط، المحمل الثالث طلع غلط، 69 محمل حاولت تبرر الموضوع ما طلع صح، روح بعد على 71 محمل، لابد تحصل لك فرد تبرير لتصرفي. لأن إذا أسأت الظن شوف نتائجه شنو، ارجع إلى نفسك حقيقة، شوف كم مرة أسأت الظن بكلام شخص، بموقف شخص، بطريقة شخص وطلع غلط، طلع أنت مشتبه.
كثيرا ما الأزواج بالنسبة إلى زوجاتهم يسيئون الظن، كذا مرة يوم اللي يختلفون يسيء الظن في مرتبة بعدين تبين غلط شو مشتبه، خو يوم اللي طلع كذا مرة مشتبه، إذا المرة القادمة أيضا تشتبه، خاصة أنه إذا أسأت الظن خلاص بعد ذاكرتك وذهنك وعقلك ووعيك كل يروح وراء تجيب لك أدلة على الموضوع. فالواحد هذا مضيع المحراث ماله، محراث ماله مضيع، فكر كل ما دور مالك قال هذا واحد بايقه، اوه تذكري فريد يوم هذا جارنا مر منا انا اشوف يطالعني وانا احرث الحديقه، كان دا يطالع المحراث اعتقد هو اللي بايقه، قال هسه خلي اشوف، اجى راح اختفى فرد مكان، يوم اللي الجار ماله كان يمر من يم باب بيته قام يطالع يشوف شلون يمر، شاف دا يطالع الشكل هالشكل، اه مثل السراق البواب يوم اللي يبوك فرشي يطالع يمنه ويسره لا يكون برد واحد يشوفه، قال شوف حتى طريقة مشيه سريع يمشي، هذول البواقين يتعودون على السرعة حتى ليجون عليهم يكون يشوفهم، طلع لفرد مجموعة أدلة أن هذا هو اللي بايق المحراث، قال أروح ألبس ملابسي وأروح عند الشرطة وأشتكي عليه، يا أبا أنا شاك في هذا الرجل أنه بايق المحراث مالنا أريدكم تجون تفتشون بيته، كان ملابسه مخليها بجراج بيته، راح هناك يبدل الملابس شاف المحراث موجود، أي أبا لا مشيت الرجال مثل البواقين ولا يطالع من أي إنسان يمر يطالع يمنه ويسر، بس يوم اللي عنده سوء ظن يروح يدور على الأدلة اللي تبرر له سوء ظنه، يوم اللي اكتشف المحراث وأنه على غلط مرة ثانية اختفى يشوف هذا صاحبه مشلون يمشي، شاف يمشي عادي، اكو بعض الناس كلش بطيئين، بعض الناس طبيعيين، بعض الناس شوي اسرع من غير، واحد هم يطالع باب هذا البيت باب ذاك البيت خير ان شاء الله، حينما تسيء الظن تبحث عن الادله والبراهين فتعمل بالتجسس، لذلك جذر المشكله سوء الظن، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن بعضه إثم، لأن الإمام علي شنو قال؟ إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله فأساء أحد برجل اللي هذا طالع من عنده خزية فقد ظلم، ظلم، أنت واجبك أن تحسن الظن بالناس مع قطع النظر ترتب عليه شيء أو لا، بعض الذنوب حتى مع عدم إظهارها وترتيب الأثر عليها عند الله ذا تكبر في قلبك، أنت متكبر، هذا ذنب الروح، وذنب الروح أشد من ذنب الجسم، فمن جملة الذنوب التي تعتبر عند الله عز وجل ذنوبا وإن لم تظهر آثارها وسوء الظن خاصة بالله، قلنا أول من يجب أن نحسن الظن به وربنا، شلون يبين عندنا سوء الظن؟ عندنا رواية، أنا يجوني شباب أحيانا يقولون، أقول لهم متزوجين؟ لا ما متزوج، ليش؟ ما عندنا فلوس، ما عندي ما أتزوج به، أقول له الزواج الله يعطيك، الزواج الله يعطيك، يقول أول خلي الله يعطيني بعدين أتزوج، أقول له الله مخلي شر، الله مخلي شر، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله، أنت روح ورا الزواج الله يعطيك، اليمنى في المرأة البركة في المرأة، المرأة تجيب البركة، المرأة تجيب الفلوس، يقول لا، يقول لرب العالمين وعدك بأن يعطي، الله وعد، أن رواية أنه الشخص اللي فقير ورب العالمين يطلبه بأن يتزوج وأن يثق بوعد الله فلا يتزوج للإملاق والفقر فقد أساء الظن بالله، وآية تجي موارد لازم تحسن الظن بالله، فالتوكل على الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، أمامك عقبات اتوكل على الله، روح ما تثق
الله يقول لك توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما يتوكل على الله يعني أساء الظن بالله، يعني ما وثق بأن وعد الله حق، ما وثق بهذا الأمر، أساء الظن بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على